يو شباب، اخباركم احوالكم؟ خلوني اقول لكم براو ستارز مجهز لنا اشياء من حلاوتهم. بهذا الفيديو راح اغطي لكم كل الاشياء اللي صارت بفاصل الصيانه. ما ادري لو حيكون في فاصل صيانه من هذا الفيديو، ولكن حتصير في تغيرات كثير كبيره على براو ستارز. لا تنسوا تلايك وتشير بالقناه وتستخدم كودي بالمتجر، وبس خلينا نبدا على طول. براو ستارز نزلت لنا فيديو كرنج بزياده. I know what you're thinking. It's another Brawl Stars cringy video. ولكن هذا الفيديو الكرنجي فيه كثير معلومات لازم تعرفهم. خليني اشرح لكم الاشياء الجديدة اللي رح تنزل. الهايبر تشارج رح يبدا يطلع لكم بالستار دروبز الحين. اعتقد لازم يكون عندك هذا البطل ليفلو 11 حتى يطلع لك هذا الهايبر تشارج. يعني مثلا سبايك، جاكي، بول، بس من جد انه يكون ليفلو 11، هذا البطل رح يكون عندك نسبي ليطلع لك الهايبر تشارج تبعته بالستار دروب. واحتفالا بهذا الشيء براو ستارز رح تبدا حدث الدبل ستار دروب. وقت ينزل هذا الفيديو اوريدي رح يكون بعد هذا الحدث حيدوم لمدة 14 يوم، وكل يوم حيكون عندك 6 ستار دروبز بدل ما يكون عندك 3. ما يحتاج لا تلعب أجيام زيادة ولا تحتاج تعمل مهام معينة. بكل بساطة نفس ما تفتح الستار دروبز العاديين، انك اول تفوز فوز حتحصل وحدة، هلا حتحصل تنتين، 3 فوزات حتحصل تنتين، وعلى 8 فوزات حتحصل تنتين. فبالمجموع حيكون عندك 6 ستار دروبز خلال 14 يوم. بالنهاية حيكون عندك 84 ستار دروب تفتحهم كل يوم بس من خلال تلعب 8 أيام. فالموضوع حيكون كثير سهل والنتيجة حتكون كثير كبيرة. تخيل كمية السكنات حتطلع. كمان رح يبدا حدث الكلات من جديد. لو تتذكروا هذا الحدث مر علينا مره يوم نزلنا الدرج بالاوميجا بوكس، او حتى يوم نزول الاوميجا بوكس نفسه. كل ما نجيب بليون كيل، كل ما نجيب عدد كل معين، حيصير لنا جواز اكثر. فبراو ستارز حتعيد هي الفعاليه ولكن مع الستار دروب. خلال هال 14 يوم حيعطونا اياهم شو الحدث الستار دروبز. حيبدا هذا الحدث كمان ب 14 يوم، ولكن براو ستارز تبغى تحطم عدد الكلات اللي جابته بالحدث الماضي لنجيب رقم اعلى واعلى. فخليني احكي لكم عن جوائز هذا الحدث. بالبداية اذا تجيبوا اي كيل حيجينا ستار دروب نادرة. مع اول 500 بليون كيل بنجيبهم رح نحصل على ستار دروب بالغة النادرة، ومع اول بليون كيل بنجيبهم حنحصل على ستار دروب استثنائية. ثاني بليون كيل حنحصل على ستار دروب استثنائية ثاني. ثالث بليون كيل حنحصل على ستار دروب خرافية، والستار دروب الليجندري حتكون مع البليون كيل الرابع او 4 بليون كيل. Ready start with a rare star drop on day 1. Super rare at 500 million, epic at 1 billion, another epic at 2 billion, mythic at 3 billion, and then a legendary at 4 billion takedown. حلو موضوع الجوائز ما راح تبدا هون يا شباب. ال 4 مليون كيل حنحصل ستار دروب ليجندري يب، ولكن كمان بال 5 مليون كيل حنحصل ستار دروب ليجندري زياده، 6 مليون كيل حنحصل ستار دروب ليجندري، 7 مليون كيل حنحصل ستار دروب ليجندري. فالموضوع ما راح يوقف طول ما نحن دايسين بالكلات. راح تقدر تشوف التقدم تبعنا بالكلات من خلال الاخبار. مجرد تعطيك الاخبار حيطلع لك انك انت تشوف كم جبنا كلات، كم صار معنا كلات، صرنا عند اي جائزه، وراح نستلم جوائز كل عدد كلات كل يوم بالمتجر الساعة 10 بتوقيت السعودية. بس خش المتجر بعد ما جبنا عدد كلاتات تحصل جائزة وتكمل حياتك. فيعني فول ستار دروبز حنحصلهم، حنحصل على ستار دروبز استثنائية وليجندري مضمونة مع هذا الحدث الجديد. قواعد الكلات نفس السنين الماضي. بكل بساطة تقدر تجيب كلات من أي مكان، أجام عادية، باور ليج، حرب كلانات، وحتى شباب الماب بيكر والرومات محسوبة. فتقدر تجيب اثنين من اخوانك او تجيب اثنين تحطهم بالجيم تقعد تتنمر عليهم، تجيب كلات تجيب كلات تجيب كلات، وبهالحالة حيكون في سبيد رن كلات تقدر تساعد لتجيب اعلى عدد صادرو. شباب خليني ادخل لكم بالدسم والشي الحلو. براو ستارز رح تنظم جيف اواي. هذا الجيف اواي رح تعطي لكل صانع محتوى وانا منهم 8 اكواد بيتضمنوا على كل كود 170 جوهره. اي يعني يا شباب حكون قادر اني اوزع لكم 1360 جوهره بالمعنى الحرفي. يعني انت لو كنت محظوظ حتحصل على ال 170 جوهره هي. اشتري البراول باس وتشتري اي سكن ببالك. فموضوع انك توزع 170 جوهره اي يعني 10 دولار حيكون اكبر جيف اواي صار. شكرا سوبر سيل. ولكن خليني اكون صريح معك اكثر. لو كان حظك معاك واما دعيت لك وكل الحظ استخدمته بدون الاكواد ممكن تحصل على كود ذهبي. فهذا الكود الذهبي براو ستارز حتحقق لك امنيه. هي الامنيه شو ما كانت ببالك حتحققها لك. انك تبغى كل سكنات براو ستارز وكل السكنات رح تنزل، يب تكرم عينك. او انك تبغى تعطي صاحبك كل البندات الموجوده ببراول، يب تكرم عينك. وانك تبغى رقم الامداني كمان، يب تكرم عينك. يعني فوق الكود ال 170 جوهره حتجيك زي رساله او طريقه معينه من سوبر سيل لتقول لك انك انت الرابح بهذا الكود الذهبي. شوف يا شباب خليني اكون صريح معاكم، هدول الكودات ما راح اخذ كود لنفسي، ولكن حوزع كل الكودات اللي عندي لكم. ولو سمحتم يا شباب لو حصلت الكود الذهبي اطلب منهم يزوجوني، بس ابغاهم يزوجوني بس.
بالواقع طبعا مش باللعبه. بخصوص الجيف اواي تبعي يا شباب كله حيكون بسيرفر ديسكورد سيرفر سوفت درينكس، هناك بقدر اتعامل مع الجيف اواي بشكل كتير رهيب، بقدر اتواصل معهم بشكل سريع. فلو سمحت اعمل حساب ديسكورد لو ما عندك او خش سوفت درينكس وحتكون الجيف اواي بوجهك، ولو ما عرفت تقدمها حتلاقي الشباب بيساعدوك على طول. فسيرفر ديسكورد حيكون بالوصف. وغير يا شباب لو ما كان عندك حظ تربح بالجيف اواي حقي، كل بس هذا حيكون في هاشتاج اسمه شوتينج ستار دروبس، تحت مسمى هذا الهاشتاج حيطلع لك كل جيف اويز كل صانع المحتوى الثانيين، تقدر تشارك عندهم كمان وتشارك عندي بعد. الموضوع ابدا ما سهل، لك تحصل من يوزر من جواله وتحصل كود ذهبي بعد، فموضوع كثير كبير. راح تصير تحديثات داخل اللعبه خلينا نحكيها لكم بشكل كثير سريع. تذكروا يا شباب يوم براوز ستارز جابت العيد وخلتنا بس في 4 مودات بدل 6 مودات؟ براوز ستارز الحمد لله راح ترجعنا حيكون في 6 مودات. بالبدايه الشو داون حيضل 24 ساعه كل الايام موجود بدون ما يتغير، نفس الشيء على كره العراق. والجواهر يا شباب حيرجع لنا اللعبي، وكمان حيدوم بشكل دائم زيه زي شو داون كرة العراق، وراح ينضاف لنا 4 مابات جواهر زيادة وحيصير عندنا 8 مابات جواهر. السطو والنوك اوت ما راح يتغيروا، حيضلوا زي ما هلا. النوك اوت كمان حيكون مو دائم، حيكون زيه زي جمع الجواهر وكرة العراق والشو داون، وحينضاف له كمان 4 مابات زياده. المحصلة هيكون عندنا 8 ماب جواهر و8 مابات نوك اوت. الخزنه والهات زون كمان حينضاف لهم 4 مابات زياده، وحيرجعوا يصيروا يتغيروا باللعبه، ما حيكون لها مود خاص وصالب حقتهم بالوكيل. مهمات البراول باس تصلحت عشان بعض الاحيان بيجيك مهمه لمود ما موجود، فهذا الشيء ما راح يصير، حتجيك مهمه بالمود الموجود بالوقت الحالي. حد الباور بوينتس واخيرا راح ينشال. بالوقت الحالي حد الباور بوينتس حيصير 99999999 بحيث هذا الرقم ما راح ينتهي ابدا، ولكن هذا الشيء بالوقت الحالي ما تدري البراوزرز الجديد هذا الشيء حينشال بشكل كامل وحيصير زي زي جولد ما له اي حد. زي ما عندنا الهايبر تشارج حينضافه بالستار دروبس. الستار دروبس حيصيروا مواردهم متساوي اكثر، او فينا اقول صلحوا على موارد الستار دروبس. كمية اللي كنا نحصل فيها على جولد باور بوينتس او دبل توجن راح تتصلح على الستار دروبس، حنحصل بشكل اقل على باور بوينتس وعلى دبل توجن، ولكن حصل بشكل اكثر على الجولد. انتم طلبتم من سوبر سيل انكم تحصلوا الجولد اكثر، وهي كانت تهديد براو ستار. فصار عندنا الجولد الكافي لنطور فيه حسابنا ونشترك الهايبر تشارجز. هاي كل اخبار التحديث، هذا كل شيء موجود بالوقت الحالي. لا تنسوا مره ثانيه تنضموا للسيرفر سوفت درينكس لحتى تكونوا واحد من الرابحين بهذا الجيف اواي. بس هذا كان فيديو اليوم، شو رايكم بالطريقه يا شباب؟ بس 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 بس